بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الدكتور سلطان الدويش باحث آثار والعميل العام المساعد في آيكوم الكويت، وهي منظمة دولية تهتم بالمتاحف. اليوم حديثنا راح يكون عن التنقيبات الأثرية في دولة الكويت في برا الصبية وفي منطقة الصبية. الصبية بدأ فيها العمل الأثري من فترة طويلة، يعني من الخمسينات، أول ما وصلت البعثة الدنماركية 1957 أرض الكويت اتجهوا للصبية، يعني برا الكويت، بحثوا في منطقة جنوب الكويت في منطقة برقان والقرين وارة، ولقوا بعض الصخور الصوان اللي تدل على وجود الإنسان في العصر الحجري الحديث، يعني قبل 12 ألف سنة في جنوب الكويت في منطقة برقان تل برقان. ثم اتجهوا للصبية، عملوا فيها مدة يمكن 3 أيام، للأسف يعني ما حصلوا شيء، كتبوا أنهم ما فيها، لا توجد فيها آثار. بعد فترة يعني حوالي 20 سنة جت بعثة من أمريكا، سيد برونو بروفيسور كبير، وجت الدكتورة جاكلين وتريزا كارتر بعد عالمة آثار أمريكية، وراحت منطقة الصبية واشتغلت فيها، كانت مستشارة بالمتحف الكويت الوطني، وقالوا ما فيها آثار الصبية. بعد يعني 20 سنة ثانية وفقنا أن الصبية صدفة، يعني كنت أشتغل في البحرين وجاب ذهني ليش البحر الكويت ما فيها آثار، يعني ليش البحرين فيها الكمية الكبيرة من التلال المدافن والكويت ما فيها. رحت الصبية وأنا أمشي بعد ما شفت تلال البحرين، يعني كأني لأول مرة أشوف التلال المدافن نفس اللي في البحرين شفته قدامي في الصبية، يعني شيء معادي لي بالنسبة لي كخبير آثار وصار لي فترة طويلة. مئات البعثات والعلماء الأجانب مروا في الصبية ما شافوا الآثار اللي شفتها، يعني اتصلت على الدكتور فهد الوهيبي بجامعة الكويت وقلت له أنا لقيتها بمدافن الصبية، ما صدق، جاء وشاف المدافن، انطلقت يعني العثور على المدافن في منطقة الصبية، مئات المدافن توجد فيها هياكل عظمية راح نتحدث عنها، توجد فيها يعني خرز ومواد تدل على الإنسان كان موجود في منطقة الصبية. بالنسبة للعصر الحجري يعني وجدنا يعني مدينة أو قرية تعود إلى 6000 سنة قبل الميلاد، منطقة الصبية هذه تعاصر المدن اللي بالعراق الشقيق، تعاصر الحضارات اللي وجدت في إيران، وجدت في سوريا، وجدت في تركيا. بداية انطلاقة الإنسان، الإنسان كان يعيش في الكهوف، بعدين انتقل يعني صار يتجمع الإنسان في تجمعات، بدأ يصنع الإنسان الأدوات، الأسلحة، رؤوس السهام والسكاكين، بدأ يصنع الأدوات اللي يدافع فيها عن نفسه، وبعدين بنى القرى. يعني أول قرية وجدناها بالكويت، الإنسان في هذه الفترة تحضر، يعني انتقل من الكهوف وعاش في القرى. القرى هذه يعني القرى كانت قرى زراعية، قرى صيادين، قرى هذه قرية تجارية. يعني الإنسان في تلك الفترة قبل 6000 سنة في أرض الكويت بدأ يفكر بالتجارة، يعني بدأت القرى اللي نشأت في العراق ونشأت في الخليج ونشأت في عمان بدأت تترابط، بدأ تبادل التجارة في هذه الفترة المبكرة، يعني من 6000 سنة قبل الميلاد نتحدث عن 8000 سنة أن الإنسان بدأ يبني البيوت، المساكن، الغرف، وجدنا غرف مبنية من الحجر، أرضيات مبلطة، بدأ الإنسان يصنع الفخار لأول مرة، الإنسان بدأ يلون الفخار، شلون اكتشف الألوان، شلون قدر يكتشف اشكال. لما تشوف اشكال الفخار اللي راح يعرض لكم راح تشوفون شلون الفن اللي وصل لها الانسان في هذه الفتره المبكره في ارض الكويت، شلون توصل التجاره، شلون بدا يعني مهنه التجاره، شلون يعني انخلقت في هذه الفتره المبكره بين الناس الموجودين بالعراق، موجودين بارض الكويت، موجودين في الصبيه. في تفسيرات واجد ونظريات طرحت كثيره يعني، بس غير سمحت الحين بتكلم عن المقدمه، يعني هذه مجموعه الكتب اللي تخصني، كاظمة البحور كتاب عن العصر الإسلامي، الطبعة الثانية بالوسط تحت، وبعدين كتاب عن المدافن وكتاب ماجستير عندي عن تلال المدافن، وهذا الدكتوراه المواقع الحضرية على الساحل غربي الخليج العربي. ونشرت يعني أكثر من 40 بحث، يعني في 5 بحوث دولية، آخرها كان عن الجرهاء، وهو اسم من أسماء الأقوام اللي كانوا يعيشون في منطقة الخليج والجرهائيين، وأعتقد أن الجرهة أو الجهرة مشتقة من هذا، بحث جديد ونظرية طرحتها جديدة. تفضل. نتحدث عن موقع الصبية. الصبية لها موقع جميل، والكويت الموقع الاستراتيجي على رأس الخليج وسط العالم القديم، تحدثنا عن إيران، العراق، الجزيرة العربية، مصر، حتى أبعد المهنجدارو في باكستان، ارتباط الحضاري هذا في 1003 قبل الميلاد، تعتبر هي
المكان الاستراتيجي المهم، غير ان التجاره ما كانت تمر من البحر الاحمر، كانت القوارب صغيره وضعيفه والانسان ما عنده ذيك القدره، حتى اليونانيين بداوا يستخدمون البحر الاحمر، كل التجاره كانت تمر من الخليج، والقرى اللي نتكلم عنها الان انشئت لهذه يعني للربط التجاري، لان الخليج سهل موانئ، سهل سواحله، يعني السواحل الطبيعيه لرسوء السفن موجوده، موجود بعد المواد اللي كان المياه موجوده، المواد اللي كان يتغذى عليها الانسان سواء الطرائد البريه او الاسماك موجوده وصيدها سهل، يعني المناخ او البيئه تساعد على قيام الحضارات في هذا المنطقه. لذكر قامت الحضاره العبيد، ثم قامت حضاره دلمل، قامت حضاره الهلنستيه، قامت حضاره المسيحيه في الكويت، ثم قامت الحضاره الاسلاميه، والان حضاره الحديثه اللي هو وصول العتوب ووصول المجتمع المدني الحديث قبل 400 سنه الى ارض الكويت. تفضل. نتحدث عن اكتشاف مهم في الصبية، صدفة يعني أحد المواطنين الكويتيين دلنا على عظم موجود في صخرة، أعطنا اهتمام يعني الحاحة، عظم مهم يسطان، عظم مهم، أجيت وشفته وقلت له في خبير راح يجي من بريطانيا متخصص بالعظام، راح يدرس العظام اللي لقيناه في المستوطنة، راح نجيبه نشوفه، عظم داخل صخرة، داخل ما تشوف جزء بسيط يمكن سنتي اللي طالع، أنا ما أدري شلون يعني الهام اللي جاه إن هذا شيء مهم. بعد ما فحصه قعدنا يومين نحفر، بعد فضل شوي صورة، يعني هذا العظم جزء منه بعد ما طلعناه، هذا العظم هو الحيوان الممث، تاريخه يعود ل 16 مليون سنة، نتكلم عن عصر الميوسيني، مكانة الكويت غابات وأمطار على مدار الساعة، وهذا الفيل اللي يعيش في أرض الكويت في تلك الفترة، يعني ما حتتصور غير علم الآثار أنه راح نكتشف يعني أفيال، وأن المناخ كان يختلف عن المناخ الموجود الآن. هذا حديث الرسول صلى الله عليه محمد أن الجزيرة كانت خضراء وراح تعود ثاني مرة خضراء. الرسول ما كان يتكلم عن العصر اللي وجد فيه، العصر اللي طلعت فيه النبوة، يعني هو عصر قريب من عصرنا، لكن يتكلم عن هذا العصر أنها كانت خضراء، العصر الميوسيني لما كانت خضراء تعيش فيها الأفيال، كانت خضراء وأمطار وأنهار كانت فيها. تفضل. المصدر الثاني الرئيسي اللي قامت عليه الحضارات هو الآبار، آبار المياه. اكتشفنا في رحلتنا يعني بعد يعني قلت لكم البعثات ما حصلوا شيء، وحنا كنا محظوظين ان حصلنا يعني مئات الآبار، بعد ما ركزنا وبدينا نشتغل ونحفر يعني بدا يثيرنا حتى هذا الصخور، يعني هذا البير اللي تشوفونه في الأسفل بير مهم جدا، وهذا يدل على طريق تجارة. أنا توني شفت بير في السعودية على درب زبيدة يشابه هذا البير، هذا معناه أنه كان أحد محطات التجارة القديمة قبل الإسلام في أرض الكويت في منطقة الصبية، بدأ ظهر منه 4-5 حجارة، لكن اللي لفت نظرنا أنه كان فيها استدارة. جبت الخبير البولندي قلت تبيك تشتغلني، هو يرحب يعني مع أن الفكرة، بس أنا ربطتها على استدارة الحجارة على الجو اللي كانت فيه، الجو هو المنخفض يعني اللي تتجمع فيها الأمطار، يعني منخفض كبير كانت في يسمى الروضة أو الجو تتجمع فيها الأمطار المياه في تلك الفترة. وجدنا بعدين آبار المياه، البعثة البولندية يعني اشتغلوا على مجموعة آبار حفروها ونقبوها ولقين أنها آبار تختلف، وفي قنوات تحت تغذيها بالمياه، يعني كانت متوفرة المياه، لذلك قامت حضارات عندنا في هذه الفترة. إحنا مو إحنا يعني مصر هبة النيل أو العراق، لكن إحنا هبة هذه حضارتنا، هبة هذه الآبار الكثيرة الموجودة على ساحل جون الكويت. تفضل. العصر، تقسيمة العصر، العصر هو العصر الحجر الحديث الوسيط اللي في تل برقان، العصر الحجر الحديث عندنا 5 مواقع، تل الصليبخات، تل القرين، الوادي الباطن، مجموعة في منطقة الصبية كما تشاهدون كأنها جاية في خط مستقيم، هذا هو طريق التجارة، هذا طريق الحضارات، في كل العصور كانوا يمرون في هذا الطريق اللي بدأت تظهر عليها الآن الحضارات، لأن الإنسان استخدموها في كل فترات، يعني عنده موهبة وعنده فطرة يكتشف أن هذا مكان فيه آبار، هذا مكان سهل لطريق التجارة، هذا هو المكان الأقرب لانطلاق التجارة في هذه الفترة. تفضل. البعثات، نتكلم عن البعثات اللي وصلت الكويت. أول البعثات هي الدنماركية اللي وصلت 1958 بعد ما جم في البحرين، البحرين كانوا اللي هم يعني الأوائل اللي جابوا البعثة، يعني وهذا دليل على يعني حرصهم واهتمامهم بالآثار وثقافتهم. بعد ما جابوا البعثة واشتغلت في البحرين بدأ صداها في الخليج، وصل قطر، وصل الكويت، وصل الإمارات، إن البحرينيين اكتشفوا تاريخ مهم لدولتهم، وبدأوا يعني استطلوا البعثة هذه، أرسلوا في الكويت الأستاذ عبد العزيز حسين كان رئيس المعارف في تلك الفترة بالستينات، واتفق مع البعثة أنها تصل الكويت وأنها راح يمولونهم، كان قبل التمويل مشترك، والبعثة تأخذ نص الآثار، الآثار المنقولة
في هذه الفتره. حتى الدنماركيين اخذوا جزء من اثارنا موجوده عندهم حتى الان، ان الاثار ضمن الاتفاقيات الاولى هذه كلها في العالم كله، ان البعثه هي تمول، هي يعني الدول ما كان عندها امكانيات ماليه كبيره في تلك الفتره، تتكلم عن خمسينات وستينات، لكن حل الاول اثارنا شلون طلعت برا اثار مصر، الحين الواحد يقول ليش شلون طلعت الاثار، البعثات تتمول وتاخذ نص الاثار المنقوله، الاثار جزئين، اثار ثابته اللي هي القلاع والحصون اللي صعب تشيل هذه، والاثار المتنقله اللي التماثيل والعملات هذه تطلع بسهوله بالاتفاقيه. ذلك يعني المتاحف الأجنبية موجود فيها كم كبير من الآثار. البعثة كان لها يعني البعثة كان ممكن بيجي هنا. البعثة كان لها الاكتشاف الأول في الحضارة، يعني شلون اكتشفوا الحضارة، اكتشفوا حضارة الخليج، يعني اكتشفوا حضارة دلمون. أول ما ظهرت دلمون ظهرت في أختام في العراق في بابل، العلماء الإنجليز قالوا هذا جاي من الهند على طول، يعني قالوا هذه التصورات وهذه الأشكال هذه مو موجودة بالخليج، يعتقدون أن احنا سحراء ما عندنا آثار، لذلك ربطوها بالهند مباشرة. ثم ظهرت يعني بعد ما ظهرت يعني حضارة الخليج والدنماركيين اكتشفوا الحضارة وأرخوها وعرفوا أن هذا اللي تحدثوا عنه السومريين والأكاديين يتحدثون عن دلمون، ذكروا دلمون كثير في أساطير، وأن دلمون اللي تشرق منها الشمس، دلمون الآلهة، دلمون الجنة، سفن دلمون وتجارة دلمون، اللي دلمون كانت تنقل التجارة من عمان ومن مهنجدار، والسفن كانوا شاطرين بالسفن ينقلونها للعراق، والعراق هو كانت الدولة الكبيرة اللي عندها موارد مالية، وكان يستقبل، كان هم تجار اللي ينقلون، يعني دلمون ما فيها موارد كثيرة لكن هي كانت الوسيط نقل التجارة من عمان. ظهر عمان عندهم النحاس، ظهر عندهم الحجر الصابوني، الذهب والأحجار الكريمة كانت تجي من الهند في تلك الفترة، كلها كانت تنقل إلى بلاد ما بين النهرين في هذه الفترة. لذلك كان عندهم هم من أرخ الحضارة الدلمن، وأظهر حضارة الدلمن الحضارة الهنستية في منطقة الخليج كلهم، عندهم كتب شهيرة أنا ذكرتها، أول أحد الكتب منهم البحث عن دلمن للدكتور جيفري بيبي، هذا من أهم الكتب اللي يذكر قصة اكتشاف الحضارة في منطقة الخليج ومنها أرض الكويت. وفي كتاب الدكتور مايكل رايس عن آثار منطقة الخليج من جزئين. تفضل. هذه بعد البعثة البريطانية، بعثة وصلت في يعني 1998، عملت 4 سنوات من جامعة لندن، واشتغلت مع هذه البعثة. أول موقع اكتشفه في الصبية يعود إلى حضارة العصر الحجري، حضارة العبيد، حضارة قلت من أول الحضارات اللي أنشأت في المنطقة، حضارة مهمة. لكن هم اكتشفوا هذا القارب سفينة، واكتشفوا أول قارب في العالم ظهر في هذه المنطقة، لكن كانت في نظرياتهم أن هذا موقع موسمي، يمكن جم من العراق أو جم من الجزيرة وبقوا مثل المخيمات الحين، بقوا فترة ومشوا. لكن بعدها مدة بسيطة لقينا موقع رئيسي، لقينا 12 موقع، لكن موقع رئيسي جدا أكبر من مواقع العراق، موجود في بحر واحد في الصبية. هذا يدل أنهم كانوا عايشين في الصبية فترات طويلة، وأنهم كانوا يتنقلون، وأنهم كانوا يتبادلون مع العراق في تلك الفترة، كانوا أكثر من 2000 سنة. الفريق الكويتي وفريق دول المتعاون الخليجي كان لهم بعد اليد الطولة في الكشف، يعني عملنا قبل البعثات الأجنبية حوالي 6 سنوات في منطقة الصبية، وكان لنا اكتشاف كثير، وأصدرنا أكثر من كتاب من الكتب اللي عرضتها لكم أولا، نتائج التنقيبات في منطقة الصبية وكاظمة البحور، مجموعة من الكتب. وبعدين لفتنا نظرهم وزاروا المواقع، ثم جت البعثات التنقيب، البعثة البولندية والسويسرية والبعثة الجورجية. تفضل. هذه صور أخرى للبعثة البولندية، من أكبر البعثات اللي تشتغل في، أكبر بعثة تشتغل في مصر. هم عملوا في مدافن الصبية، واكتشفوا واشتغلوا في العبيد، موقع العبيد، واشتغلوا في تلال المدافن، وكان لهم إصدار كبير، يعني هذا الكتاب أكثر من 600 صفحة عن تلال المدافن وطرق التنقيب في هذه المنطقة. تفضل. بالنسبة للبعثة الجورجية، عملت هي بعثة جديدة، جبناها من جزيرة فيلجة، كانت تشتغل لسنوات في جزيرة فيلجة ثم جت للصبية، وكانوا يشتغلون في بعض جزء من مدافن الصبية. وجدنا هذه المدافن، المدافن الجماعية، يعني مدافن عوائل كانت تدفن في هذه الفترة، وحصلوا عثروا على ختم اسطواني. اسطواني هو من بلاد ما بين النهرين، يعود إلى الأكاديين، يعني قبل نشأة دلمون، يعني في 2350 قبل ما يروحون فيلتشا، يقصد يعني كان الدلمون عايشين في الصبية قبل ما تظهر فيلتشا. فيلتشا كان مثل بوبيان الآن، يعني صبخة ما يوجد فيها سكن، قبل 4500
بعدها بحوالي 1000 سنة بدأت تظهر فيلسة على السطح وبدأ الناس يستوطنون جزيرة فيلسة. لكن هي يعني أقل من الصبية في العمر بالنسبة لتاريخ منطقة تاريخ المنطقة. تفضل. هذه بعد نتائج البعثة السويسرية والدكتورة تارا، يعني هم عملنا معهم في منطقة الصبية في تلال المدافن. احنا هدفنا من وصول البعثات أكثر من بعثة في المنطقة علشان نتأكد من تاريخ المنطقة. السويسريين يعني كانوا متخصصين جدا في العظام، الدكتورة تارا وهي من جامعة جنيف، وكانوا يعني هم أعطونا تاريخ المدافن، حللوا أكثر من 15 أو 20 هيكل عظمي اللي عثرنا عليهم، وأعطونا نتائج بالنسبة لتاريخ العظام عن طريق تحليل كربون 14 وسي 14. هذا التاريخ عطانا العمر يعني 2250. لما قارناه بالختم، تاريخ الختم، عرفنا أن عندنا عن طريق الأشكال المدافن، عن طريق تاريخ الختم، عن طريق تحليل العظام، الآن أصبح عندنا مجموعة عوامل ساعدت على تاريخ المنطقة في هذه الفترة. تفضل. البعثة الفرنسية يعني عملت في جزيرة فيلتش. البعثة الفرنسية والدنماركيين كان شغلهم الأساسي في جزيرة فيلتش، وعملوا في منطقة. تفضل. ما بتحدث عنهم كثير. البعثة الأمريكية يعني جت سنوات عملت في جزيرة فيلتش، عملت في منطقة الصبية لكنها ما وفقت، يعني ما اعترت الدكتورة تريزا كارتا، كانت من أشهر علماء لكنها لم توفق. بقول لكم ليش ما وفقت، لأنه كانوا يبحثون على الساحل، والساحل رجع 7 كيلومتر، يعني صار صبخة، هم شغلهم كله على الساحل، ما راحوا يعني داخل، لكن احنا يعني بحثنا عن آبار المياه ودخلنا داخل الصحراء. تفضل. البعثة الإيطالية، الآن عندنا بعثة إيطالية، تو اتكلم مع زميلي حسن ان تو مشت البعثة الإيطالية في جزيرة فيلتش في 1977، وصلت بعثة بعد إيطالية الكويت وسوت مسوحات وتنقيبات في جزيرة فيلتش. تفضل. البعثة السلوفاكية من أهم البعثات الحديثة اللي اشتغلت بالكويت 2004، وكانت نتائجهم جدا مهمة لأنه استخدموا التكنولوجيا الجديدة، يعني استخدموا السونار، يعني اللي يعرفوا تحت الأرض، يعني يسوون سونار نفس السونار اللي سووه في الإنسان، لكن يعرف شنو موجود تحت من غرف، من ممرات، من بيوت، يقدر يرسمها لك ويتعرف قبل ما تحفر، تعرف شنو موجود تحت الأرض. هاي تقنية جديدة يعني استخدموها البعثة، حتى بالنسبة للفرز يعني كان يفرزون بطرق جدا متطورة، يفرزون المواد يعني الرمل، يفرزون طريقة غسيل وأكثر من يعني طريقة تمر عليها الرمل، حتى طلعوا عينات صغيرة جدا لأول مرة تظهر عندنا. البعثات القديمة كانت بعثات تقليدية، يقوم بعملية عربانة يفرزونها بنخال، عربانة ما يفرزون، هذولا هم كانوا متطورين جدا في عملية التوثيق وفي عملية حرصهم على المعثورات الأثرية. البعثة اليونانية ما وفقت، صارت مشاكل اليونانيين مع أنهم كانوا متخصصين وكانوا يبحثون عن يعني تاريخهم في المنطقة، لكن اصطدموا في بعض المشاكل ويعني بقوا سنتين ومشوا للأسف يعني. البعثة الأردنية لها قصة جميلة، البعثة الأردنيين الأردنية لما كانوا يسوون مين الشويخ بالسبعينات، أثناء يعني الردم مين الشويخ جزيرة عكاز، ردموا الجزيرة في مكان واحد ظاهر فلسطيني كان عنده خبرة بالآثار، قال هذه منطقة أثرية يا جماعة اتركوها، اتركون التل الموجود تشوفون هناك، يعني جزء بعد عدي الصورة يمكن تحصل، لا أرجع تركنا جزء هذا الدائري 200 متر، للأسف الباقي 12,000 متر مربع كله أزيل علشان ميناء شويخ، علشان ما كان فيه اهتمام في تلك الفترة. البعثة الأردنية لقت العملات الإسلامية، عملات تعود إلى أبو جعفر المنصور 157 ضرب في مدينة السلام، وقالوا المواقع كلها إسلامية. دكتور معاوية إبراهيم كان من أكبر علماء العرب الأردنيين ومشهور فريق كويتي، لكن هم أخطأوا في التاريخ، في وضع التاريخ في هذه الفترة. بعدها 1900 بعد الغزو 1993 وصلت البعثة الفرنسية واشتغلوا في الموقع، كنت معهم، اشتغلنا في موقع عكاز وصدر الكتاب الأول، هذا أنا كنت مشترك مع الزملاء في هذا التقرير اللي صدر. تغير التاريخ، القطع الإسلامية كانت على السطح بس، عملات على السطح وضعها أحد اللي مروا على عكاز، الباقي تحت ما في إسلامي، كله قبل الإسلام. كانت على السطح كنيسة، لأول مرة تظهر عندنا كنيسة بالكويت، كانوا يعني كان نعرف أن الخليج كانوا كلهم أغلبهم مسيحيين العرب، لكن تجد معبد لهم في جزيرة عكاز هذه أول مرة، وتعود القرن الخامس السادس ميلادي، ووجدنا يعني المبنى الساحة والقدس الأقداس، وجدنا العظام القسيس الموجود، وتأرخ هذا الكنيسة. ثم بعدها أكثر من موقع، موقع طيني وموقع الجدار الدائري وموقع القلعة الهلنستية، من أهم المواقع اللي فيها تسلسل حضاري في هذه الجزيرة. تفضل.
الان نتكلم عن موقع العبيد، العبيد اللي نعود الى كانت مقدمه هذه كلها، الان نتحدث عن العبيد وفي هذا الاكتشاف المهم، العبيد يعني في خلال المسوحات الاوليه عثرنا على شيء يدل على ان كان في انسان موجود له، هذا القرص، قرص الشمس منحوت على الصخره، ان كانوا يعبدون الشمس في هذه الفتره، هذه المواقع اللي كانت في الخليج هذه كشفت في السعوديه قبل 40 سنه. الدكتور المصري طرح نظرية أن بعد ما اكتشفهم أن الإنسان كان في الجزيرة العربية. الآن موقع الصبية يؤكد أن الإنسان مر في الجزيرة، كان في الجزيرة العربية ثم هاجر العراق. أصل الحضارة اللي بالعراق انطلقت من الجزيرة العربية. تفضل. بعد عطى صور ثمانية. إيه الحين لا أرجع. الآن توضح لك موقع الصبية بين المواقع اللي بالعراق الشقيق فوق، مواقع أور، مواقع حاج محمد، المواقع العبيدية، المواقع اللي بالخليج تحت. بالنقاط السوداء دي هذه مواقع الدوسرية، مواقع أبو خمسين بالسعودية، مواقع في الإمارات، مواقع بالكويت. الصبية بالوسط، الصبية هي المركز، هي المدينة الرئيسية. الآن أثبت أنها هي المدينة الرئيسية، التجارة كلها تجي من العراق، تجي من الخليج وتجي من إيران، كلهم يلتقون في الصبية، هي مدينتهم الرئيسية أو مدينة التجارة الرئيسية. والآن السوق اللي عثرنا عليه في الصبية، المعبد، الدور السكنية، كمية الفخار الكبير اللي جاي من العراق أو الخرز اللي جاي من السعودية، كل يدل أنها كانت المدينة الرئيسية لهذه الحضارة، حضارة العبيد. هذا بالنسبة للموقع الصبية. بعد كله هذا هو جزء من الموقع، مستوطنة واسعة مرتبطة مع ثقافة العبيد. العبيد بلاد ما بين النهرين، مع مرور الوقت ثبت أنه موقع فريد من نوعه لم يسبق له مثيل. هذا الموقع ما في مثيل له منطقة الخليج، وأكبر من المواقع اللي بالعراق. تشوفون الغرف السكنية، الكثافة اللي هي موجودة. للأسف الصورة مو واضحة شوي. بعد تفضل. هذه صورة أوضح، هذه صورة أوضح للغرف السكنية. بدأنا 10 سنوات نحلل الهيكل البنائي، يعني شلون الهندسة المعمارية للعبيدين. أكثر من 4 طبقات، أكثر من 4 مراحل سكنية في هذا الموقع، نتحدث عن 6000 سنة قبل الميلاد. إذا شاهدون هذا المسكن، الغرف مرصوفة، شوفون هذه الغرف يعني مبلطة، نفس الآن شلون احنا نحط سيراميك ونحط أرضية. هم بدأوا في مبكر، يعني بدل ما يحطها على الرمل بدأوا يرصفون الحجارة. شفت الأرضية شلون مرصوفة، بدأوا يبنون جدار البيوتهم في هذه المنطقة. التخطيط، يعني تخطيط يعني البولندي ذهل لما يشوف شلون يعني جايبينها بالقياسات، كأنهم في مهندسين، في أجهزة توتال ستيشن، في أجهزة ليفل، يعني هي عبقرية الإنسان اللي كان يعيش في تلك الفترة، شلون قدر يسوي السور أو الممرات بنفس القياس، كأنك اليوم مسويها مهندس مسويها بالمتر وبالأجهزة، يعني غريب يعني شغلهم، يعني جدا دقيق جدا في القياسات اللي أخذوها. تفضل. أهم شيء هو المعبد، المعبد اللي كان ظهر في العراق، ظهر معبد ثاني في بحرة في الصبية، وهذا دليل على استقرار طويل. لما نتكلم عن بيوت ونتكلم عن معبد ونتكلم عن مدافن، معناها الإنسان كان عايش أكثر من 2000 سنة في منطقة الصبية. هذا هو المعبد اللي عثرنا عليه، أساسات المعبد. هذا المعبد اللي بالعراق، تشاهدون المعبد شلون داير، الصخور تختلف عن صخور، القرية تدور يعني تحيط في هذا المعبد من كل الجهات، المعبد شكله يختلف عنهم، الحجارة في طريقة البناء تختلف عنها. تفضل. هذه بعد مباني ثانية في نفس الطريقة بناء حضارة العبيد في منطقة الصبية. الأفران، يعني الكمية كبيرة، يعني مظاهر الحضارة لهم مظاهر كثيرة غير البناء، هي الأفران اللي كانوا يصنعون فيها الخبز، يصنعون فيها الفخار، يصنعون فيها تجفيف الأسماك. هذه وجدنا كمية كبيرة من هذه الأفران الموجودة، سواء كان فيها الرماد الدائرية أو المبنية بالحجر في هذه الفترة. هذا دليل على يعني كان الغذاء موجود، وجدنا عظام أسماك، عظام غزلان، بعض يعني المواد اللي كانت موجودة. تفضل. الفخار، يعني تكلم عن فترة مبكرة 6000 سنة، شلون قدر الإنسان، يعني تشاهدون الزخرفة، الأشكال العبقرية في حتى الأصباغ اللي خرجها الإنسان. نتكلم عن صار إنسان حجري قبل ما اكتشف المعادن، إنسان بدائي، شلون قدر يعني صار. شفت الفناجيل، شوف الجرار، شوف الأشكال، شوف الزخرفة، شلون الشغل الهندسية، أشكال كبيرة، يعني هذا الأجزاء، هذا الإبريق، هذا الفناجيل، هذه الزخرفة الداخلية للجرار، ألوان متعددة وأشكال. كانك تتحدث عن يعني شيء مصنوع اليوم أو مصنوع قبل 100 سنة، لكن احنا نتحدث عن 8000 سنة. تفضل. هذا جزء من الفخار اللي كان مصنوع للمحلي. تفضل.
هذا الخرز بعد ما شفتوا الفخار شوفوا الخرز، يعني شوفوا الخرز شلون كميات الخرز، طريقة ترقب الخرز، استخدام الأزرة الموجودة واللي كانت تستخدم للزينة، هذا العقد يعني شلون كان المحار اللي كان بالكميات كبيرة كانوا يستخدمونه في عملية صناعة الخرز والأدوات الزينة في هذه الفترة والخواتم. هذه الطريقة يعني المصنع اللي كانوا يصنعون فيها الخرز في تلك الفترة، شلون كانوا يثقبونه بالصوان يعني أبر الصوان، وما عندهم معادن يعني في هذه الفترة لا يكتشف إلا الحجارة والفخار والمحار فقط، الإنسان كان فيه، لكن هو صنعوا حضارة قدروا يصنعون الخرز ويثقبون الخرز، قدروا يسوون القلائد والمجوهرات في هذه الفترة المبكرة، يسقلونها وعملية ورش لصناعة الخرز، أداة للسنفرة والتنعيم واستخدام أداة الحجار الصوان على صدفة الموبيا. هذا تشاهدون هذه الحجارة موجودة في جنوب الكويت، موجودة في تل صليبيخات الصوان، وكانت من المواد الأساسية للإنسان في هذه الفترة للصناعات اللي عملها في هذه الفترة. تفضل. صيد الأسماك، يعني هذه سنارة العظام اللي استخدمها الإنسان في هذه الفترة لصيد الأسماك، يعني نفس الأسماك اللي موجودة بالكويت الآن موجودة، يعني الشعم والسكار والعندق والسبيطي وسمك التونة كلها كانت موجودة قبل 8000 سنة، تحدث عن نفس الفترة نفس العظام اللي تم دراستها، سنارات كانوا يصنعوا سنارات، قدر الإنسان أنه يكيف يعني الطبيعة وأنه يتغلب عليها وأنه يصنع سنارات صيد، سواء صيد الأسماك أو سنارات رؤوس سهام ونبال لصيد الطرائد البرية. تفضل. هذه مواد أخرى يعني اكتشفناها عنده، يعني هذا المغازل، هذا درة المغزل اللي تشاهدونها بالمئات، هذا دليل أنه كان عنده نسيج، يعني هذه القطع الوحيدة اللي عثرنا عليها على صناعة النسيج، يعني هذه لازم كانت المغازل، تعرفون المغازل والنسيج وصناعة الخيام وصناعة الملابس، هذا تدل أنه استطاع في هذه الفترة أنه يصنع النسيج، وأنه كان فيه من المواد اللي كان يبادلها للفخار يجي من العراق، أنه كان يبادلون الأصداف البحرية صناعة الأزرة، غير أنه كانت الغزل أو الخيام أو السجاد اللي كان يصنعون، هذه كميات كبيرة أكثر من 100 قطعة في هذا الموقع وأثرنا عليها، السدادات اللي كانت موجودة وبعض القطع اللي كان حتى بعضها ما وجدنا، هذه يعني ما وجدنا لها استخدامات. الدكتورة هاريت من جامعة لندن رئيسة البيعة البريطانية قالت هاي يستخدمونها لحاء، يعني الأطفال يحطون فيها صخر يحطون جلد ويستخدمونها نفس الاسكريم شفتوهم، لكن أنا أعتقد أن هذا كان مكيال لأشياء يعني التجارة يعني يستخدم. تفضل. أنواع مختلفة من الحجر، هذه قطعة النحاس الوحيدة اللي عثرنا عليها، هذه رؤوس يعني الصيد البري، هذا الصيد البحري كسنارات بحرية، هذا الصيد البري كانوا يصيدون الأرانب عن طريق رؤوس الرماح والسهام اللي كان صنعوها، بعض السكاكين والمكاشط والحجارة الوزن والأنواع الحجارة الموجودة، يعني الصوان الكوارتز السبج الموجود هذا اللون الأسود، كل هذه حجارة أغلبها حجارة كريمة استخدمها الإنسان في هذه الفترة المبكرة. تفضل. موقع تشتري وأهم اكتشاف هو القارب، القارب الإنسان يعني يعني تركنا نموذج لقارب، تركنا رسمة لقارب، تركنا بقايا القارب الحقيقي، هذا الطبقات القار اللي كان يغطي فيها الفتحات القارب الحقيقي للصيد، يعني إنه كان يعني متمكن في هذه الفترة إنه يعني يستخدم القوارب في طريقة التجارة أو سواحل جون الكويت أو طريق للصيد البحري، لكن هو يعني في هذه الفترة المبكر قدر يستطيع استطاع إنه استطاع الإنسان في هذه الفترة إنه يصنع أو يستخدم القارب البحري، القوارب البحرية، هذا أقدم قارب في العالم الآن، الآن اعترفوا أن هذا أقدم قارب في العالم، كان في العراق 4000 وفي أوروبا بعض القارب 3500، لكن هذا 5300 سنة قبل الميلاد، يعني أقدم قارب في العالم الآن يظهر عندنا في صبية. نتمنى يعني اهتمام كبير من الدولة وأن تنشأ متاحف في الموقع الأثري، وأن المجلس الوطني يأخذ دور كبير في الاهتمام وفي النشر وفي المحاضرات اللي تقام في هذا الموقع الأثرية. تفضل معي. السلام.
هذه قطع أخرى يعني نفس درة المغزل يعني بشكل أكبر، رؤوس الرماح، رؤوس السهام، السكاكين، هذه كلها استخدمها الإنسان في هذه الفترة، كلها من الحجارة. في هذه الفترة استطاع الإنسان أن يصنع الأدوات الفخار، يصنع من المغازل تحدثنا عنها، يصنع الأدوات الحجرية، يصنع من الأدوات من الطين، هذه أغلبها من الطين. يعني كان الإنسان في ذلك الفترة عنده مصانع صغيرة وثابتة في منطقة صبية، كان إنسان منتج يعني. تفضل بعد. هذه دلمون، دلمون هي الحضارة الثانية اللي نشأت في منطقة الكويت، يعني كانت دلمون في البحرين وفي السعودية في تاروت ثم في الكويت. يعني الآن كله يعني البحرينيين هم اللي متصدرين المشهد، احترامنا للإخوان البحرينيين، أن دلمون في البحرين وأن البحرين دلمون. حتى صاحب النظرية اللي طرحها أول مرة الدكتور جيفري بيبي في كتابه يعني البحث عن دلمون، يقول أنا أخطيت أني قلت أن البحرين هي دلمون، بس دلمون مو البحرين، دلمون كل الساحل الجزيرة العربية بما فيها الجزر الفيلتشا وتاروت في شرق السعودية والبحرين هي دلمون. والآن تثبت النظريات والاكتشافات في منطقة الصبية وفيها أن هذا جزء كبير من دلمون. دلمون الأصلية أو نشأة دلمون الأولى كانت في منطقة الصبية. تفضل. يعني السواحل هذه كلها كانت دلمون؟ كانت دلمون، دلمون كانت مملكة في ثلاث يعني إمارات لها. تفضل خبيك. يعني هذه دلمون اللي تحدثنا عنها، دلمون كانت في فيلتشا شرق السعودية في تاروت وفي جزر البحرين. تفضل. بعد ايه بتحدث عن المقطع البسيط هذا، يعني في ذكر ان قرب دلمون فترة السلالات الاولى في النصوص اللي دونوها السومريين وما قبل السومريين، ان اور القديمة نجد اشارة الى دلمون ترد كعنصر اساسي في عدة اسماء، ان محل يسمى دلمون كان قرب اور. ما يتحدثون عن البحرين اللي 400 كيلو عن دلمون، عن اور يعني ما يتحدثون، يقول قريب من اور دلمون. اكيد تحدثون عن الصبية، عن الكويت. وهذا اول دليل يعني لفت نظري في هذا جسمه، يعني ما ذكروا البحرين او الجزيره، لان البحرين وفيلكا وتاروت عمرهم 2000 سنه، 2050 قبل الميلاد، ما عندهم عمر، هم يتكلمون عن 3000 سنه قبل الميلاد، يتكلمون ان عندنا تواصل مع دلمون قبل 3000 سنه قبل الميلاد، ما يتحدثون عن الجزر. الجزر انتقلوا لها الانسان في فتره لاحقه. يعني تفضل. الأدلة الثانية اللي عندنا أن دلمون بدأت في التكوين في شرق الجزيرة قبل 3000 سنة، ذكرها الدكتور بوتس والدكتورة باسنجر. باسنجر كانت يعني عالمة أمريكية كبيرة، اشتغلت في بجيك في السعودية وفي تاروت في بر السعودية، يعني بر الجزيرة، ولقوا بعض الفخار وطرحوا النظرية أن دلمون لم تنشأ في البحرين، لم تنشأ في الجزء الساحل قبل ما نكتشف الصبية، لكن ما عندهم أدلة مثل الأدلة اللي عثرنا عليها في منطقة الصبية في هذه الفترة. هذه المواقع اللي تشوفونها بالمئات في منطقة الصبية يعني، واشتغلت فيها الآن بعثات كبيرة، تدل كلها تعود العصر البرونزي إلى حضارة دلمون، يعني نفس الفترة هي حضارة دلمون. مع الأجانب للحين يعني عندهم شكوك يعني أن دلمون نشأت في الصبية، هم يعترفون أن دلمون يعني عمر البحرين والكويت وجزيرة فيلتشا وتاروت عمرهم أقل من دلمون اللي ذكرت في المصادر، لكن للحين يبون إثباتات أكثرهم، لأن هذا راح يصير مشكلة كبيرة لهم، ان افتراضاتهم نظرياتهم كتبهم اللي كتبوها من زمان وعلمائهم حتى اللي توفهم راح تنقض هذه النظريات كلها وراح تتغير. اول الادله ان طريقه الدفن في اللي عثرنا عليها بالكويت القرفصاء نفس طريقه الدفن في دلمون، 100,000 مدفن في دلمون في البحرين كلهم نفس طريقه الدفن، هو طريقه القرفصاء. 150,000 بعد في البحرين، كانوا يعتقدون ان البحرين هي كلهم ينقلون البحرين، ان كانوا ينقلون موتاهم من فيلتشا من تاروت، بس الان هذا تغير، يعني ما صعب ان كانوا ينقلون قبل 4000 سنه ينقلون الموتى من الكويت ويودونهم، ما كان في تحنيط، ما كان في وسائل كثيره تساعدهم على النقل، لذلك اللي في البحرين هم تراكب الحضاره في البحرين. لكن في الفيلتشا ما في مدافن، ليش ما فيها مدافن فيلتشا؟ لغز يعني للحين، لكن بعد اكتشاف مئات المدافن في الصبية الآن فيه يعني نظريات جديدة على هذا الطرح. هذا أحد المدافن، هذا مبكر جدا، هذا يعود إلى 3200 قبل الميلاد، فجر السلالات، يعني قبل نشأة دلمون، قبل نشأة سومر، قبل نشأة اللي هي يسمونها بالعراق جمدة نصر، ظهر هذا المدفن في الصبية اللي يعود إلى 3200 قبل الميلاد. البحرين كانت جزيرة صبخة ما فيها سكن في تلك في هذه الفترة، ولا جزيرة فيلتشا، يعني بعد 1000 سنة استوطن الإنسان البحرين واستوطن الإنسان جزيرة فيلتشا.
هذه الجره هي جره جمده ناصر، عثرنا عليها في هذا المدفن، عثرنا على يعني قطع اخرى صغيره تشوفونها يعني تدل على هذا التاريخ المهم جدا. تفضل. هذا مدفن ثاني يعني يعود الى 2500 قبل الميلاد، نفس منطقه الصبيه، لكن طريقه الدفن تختلف. طريقه الكابستون او الصخور الغطاء الموجود على فوهة المدفن، طريقة بناء المدفن بالشكل الدائري، هذه أحد القلاع القديمة اللي في منطقة الصبية ظهرت لأول مرة، لم تذكر بالتاريخ أن في قلاع في منطقة الصبية، لأن عندنا اكتشفنا أكثر من قلعتين في منطقة الصبية هذا تعود للألف الثالث قبل الميلاد هذه الفترة. تفضل بعد. أنواع مختلفة من المدافن، هذا المدفن بشكل خارجي شلون كانت كومة يعني رجم ومجموعة مغطى بالرمال والصخور، هو يموهون فيه أن هذا رجم طبيعي يعني مو هو مدفن، لكن حنا بخبرتنا استطعنا أن نفتح هذه الأشكال وننظفها، استطعنا ننزل تحت يعني في هذه الغرف الدفن أشكالها مختلفة، بعضها عمقها متر ونص، بعضها عمقها من نص متر، بعضها عمقها متر، ووجدنا أشكالها مختلفة، فيها بيضاوي، فيها دائري، ووجدنا فيها هياكل عظمية مثل هذه المدافن الجماعية في هذه الفترة. وهذا الختم اللي عثرنا عليه، تحدثت قبل شوي عن الختم 2350 قبل الميلاد، قبل البحرين، قبل فيلجا. هذا الختم يدل الإنسان كان موجود في الصبية وكان متطور جدا، لحيث أنه صنع هذا الختم. هذا الختم مكتوب عليه اسم ملك، مكتوب عليه يعني المشهد مكتوب بالخط المسماري القديم. تفضل. للحين الدراسة في هذا الختم، توجه عالم إيطالي في المتحف وسوى دراسة عن هذا الختم. تفضل. هذا المدفن الآخر، أشكال مختلفة من المدافن، أكثر من 8 أشكال مختلفة، الدائرية والمذيلة والمستطيلة وال يعني المتعرجة. تفضل. بالنسبة للتاريخ المنطقة، يعني لما تقارن تاريخ الصبية مع تاريخ المواقع الأخرى، تجد الصبية تتفوق في هذا التاريخ اللي فيها تسلسل، فيها من العصر الحجري، العصر الفجر السلالات هي جمدة نصر في الصبية، الدلمون لما ذكرت شكل دلمون 2500 في العراق كانوا يتحدثون عن الصبية 2500 النقوش ورسف الدلمون وصلت في العراق، كانوا يتحدثون والخرز اللازورت كانوا يتحدثون عن منطقة الصبية. وفي الختم اللي عثرنا عليه في الصبية في الأسفل 2370، وفي مواقع أخرى مدافن الصبية اللي أرخت ب 2250 قبل الميلاد. تفضل. هذه احد الكسر الفخارية، اول ما وجدناها كسرة فخارية مختلفة عن الكسر، لكن هذا من خلال الدراسة والتحليل والخطوط صناعتها نعرف انها من فخار دلمون المبكر. تفضل. هذا الختم عثرنا عليه في تشبت، يعني واحد المواطنين سلم لنا هذا الختم، عليه رسمة واحدة، رسمة الغزال، يعني تشاهدون الغزال الوعر كان عليه القنطارة والارجن، يعني هذا الختم المبكر، يعني هذا الختم قبل جزيرة فيلج. الختام اختلفت بعد هذا الختم، يعني هذا الختم هو الختم نحت عليه شكل حيوان واحد بس، مع هذه الفتحات اللي كان يعلق فيها هذا الختم على الدائر السابع، يعني في منطقة تشبد قريب من تشبد في هذه المنطقة. تاريخ يعني البروفيسور الدنماركي لما جبنا الختم وايد ستانس، وأرخه 2050 2000 قبل الميلاد، يعني من 4000 سنة تقريبا هذا الختم، ومهم جدا لأنه ظهر لنا برا فيلكا خارج جزيرة فيلتشا، وهذا الختم الثالث اللي نعثر عليه خارج جزيرة فيلتشا. تفضل. هذا الشكل مديرة من يعني تاريخ المدافع اللي وصلت له البعثة السويسرية 2130 قبل الميلاد، يعني هذا تاريخ المدافن، بناء المدافن، طريقة بناء المدافن، الجدار الخارجي ثم غرفة الدفن ثم يعني يرمى الحجارة بين هذا الجدارين الموجودين. استطعنا من خلال تحليل كربون 14 أن نعطي نتيجة لهذا الموقع، استطعنا نحلل هذا العظام بحيث نعطي تاريخ دقيق لمنطقة الصبية. يعني أحد الزميلات من البعثة البولندية يعني جمعت الخرز وسوت منه العقد عشان توضح شلون كانوا يستخدمونه، يعني الزينة، يعني استخدموا هذا العقد، الكميات كبيرة جدا من الخرز اللي وجدنا في هذا المدفن اللي هو CB100. هذا الموقع اللي عثرنا عليه في منطقة صبي هذا ملكي، يعني يعتبر مو مدفن عادي مثل المدافن اللي شفتوها قبل في حفرة، هذا له جدار دائري وغرفة دفن، هذا من المدافن الرئيسية ومدافن النبلاء في هذه الفترة في منطقة صبية. يعني طريقة التنقيبات، وهذه الجرة اللي استطعنا نأرخ فيها، هذه الجرة تعود للألف الثاني، فيه جرار شبيهة لها في جزيرة فيلتشا تعود إلى العصر البرونزي، هذا من الجرار اللي أرخنا فيها الموقع الصبية، يعني بالإضافة للأختام
تفضل. خف الوقت يعني اخذنا من هذه الجرة اللي مقارناها في المواقع اللي في إيران وفي العراق وفي جزيرة فيلج وفي البحرين، استطعنا أن نعطي تاريخ موحد للمنطقة في خلال هذا. الآن نصنع تاريخ يعني من خلال الآثار، نعطي سجل لتاريخ الكويت القديم. يعني أشكال المدافن، يعني عرضنا لكم أشكال، أشكال مدفن مستطيل يعني غريب، هذا في الألف الثاني قبل الميلاد، أشكال مدفن له جدار دائري، أشكال مدفن مقبب، أشكال مدفن مفتوح يعني في مقسم، يعني أربع نماذج من الأشكال. إحنا عندنا ثمان نماذج من أشكال، لكن هذه أربع يعني ظهرت لكم بالصورة. المستطيل له جدار دائري مقبب أو دائري، وغرفة دفن مفتوح يعني أو غرفة دفن مقسمة. ليش الإنسان يعني بنى مدافن مختلفة؟ أنواع الشخصيات يعني كل واحد يعرف بيته ومكانه مثلاً. هذه مقابر. مقابر. بيوت الموتى. لا هذه. لا هذا يختلف على الحقبات الزمنية، يعني مررنا عصر البرونز، عصر الحديدي، عصر الألف الثالث قبل الميلاد، كلها تختلف. يعني هذا المستطيل ظهر متأخر بالألف الثاني، موجود في عمان وفي الإمارات بكثرة، لأن الإنسان كثرت البشر في هذه الفترة وبدأوا يدفنون جماعي، يعني يدفنون 20-30 هيكل جميع وحطوا المدافن المستطيلة. هذا ثاني أقدم مدافن، المدفن الدائري اللي يشبه قرص الشمس، هذا الأول في الألف الثالث قبل الميلاد، هذا في الألف الثاني، هذا بالألف الأول منتصف الألف الأول. يعني كل فترة زمنية بدأ تتطور المدافن. تفضل. تاريخ تأرخنا من تاريخ البرونز، يعني عثرنا على كميات كبيرة من الخرز، اللازورد، البرونز. اللازورد نعرف أنه جاء من أفغانستان في الألف الثالث قبل الميلاد، يعني هذا يعطينا تاريخ شلون عثرنا عليه في أحد المدافن في الصبية. بالنسبة النحاس، النحاس ظهر عندنا في الألف الثالث في المدافن كميات من النحاس اللي كانت تستخدم النساء في هذه الفترة. هذا يعني صدفة عثرنا على هذا المكان، المدفن موجود ممر طويل كما تشاهدون، ثم موجود تمثال أسد منحوت، هذا ظهر بالعراق تمثال الأسد كما تشاهدون بالصورة، هذا تمثال الأسد. ووجد على جانبي الطريق يعني نقوش أو نحت موجود لأشكال يعني زخرفية مختلفة، يعني هذا يدل أن هذا الموقع مهم جدا في هذه الفترة. غير بيض النعام اللي وجدنا بكميات كبيرة، والخرز اللي وجدناه بكميات كبيرة. تفضل. هذا شكله من خارجي، هذا شكله من صورة جوية. وجدنا هذا الجرة أرخناه بالألف الثاني قبل الميلاد، وجدنا الختم أرخناه بالألف الثاني قبل الميلاد، وجدنا مئات الخرز والنحاس الموجود، هذا يدل على أهمية. هذا سميت أنا معبد، نعتقد أنه معبد يعني الآن، يعني معبد مهم جدا، معبد السحراء. تعثرنا على مساكن، تعثرنا على معبد، هذا المعبد الثاني نعثر عليه في منطقة الصبية في هذه الفترة اللي تعود إلى حضارة دلمون، عصر دلمون. تمثال الأسد إلى الآن موجود؟ إيه موجود في المتحف. عفوا أي متحف؟ متحف الكويت الوطني. زين ما أخذوه يعني مع البعثة؟ لا لا لا، هذا اللي احنا اكتشفنا الموقع البعثة الكويتية وهم جم اشتغلوا فيه. لا لا ما ياخذون الحين، عندهم مراقبين. يعني حسن زميلنا احد زملائنا اللي يعمل مع البعثات على طول من المطار لما يسافرون المطار، وفي موجودين يعني فرق موجوده. ايه لا لا، حسن في الشاوي زميلنا، حسن اشكراني بالجامعه، زميلنا من الجامعه. ونعم والله. هذا قطعه ثانيه، يعني رجع شوي قطعة ثانية من النحاس، يعني هذا النحاس وأرخ في الخليج، يعني ب800 سنة، الألف الأول قبل الميلاد، 800 سنة قبل الميلاد. النحاس اختلف في المدفن في هذه الفترة، الألف الأول صار شكله مربع، كان دائري، كان بيضاوي، كان مستطيل، الآن صار مربع شكله. تفضل. اللازورد من التجارة اللي كانت موجودة في المنطقة، مئات الخرز وجدناه، يعني كان هذه سلعة مهمة جدا للتجارة من الخليج، يعني كانوا يستخدمون المحار يصنعون منها الأدوات هذه، سواء الخواتم أو الخرز، أو بعدين هذا الأحجار الكريمة كانت تجي من اليمن، تجي من الهند، بالإضافة هذه تجارة رائجة كانت في هذه الفترة. تفضل. هذا الأشكال دلمون، دلمون لها أشكال مميزة، لها هذه الدائرة دائرتين ونقطة مركزية، هذه كانت على حضارة دلمون، موجودة على الأختام، موجودة على الجرار، موجودة على المشط، هذه وجدناها في الصبية. الدائرة هذه تدل أن دلمون كانت موجودة في الصبية، على هذا القطعة الزينة الموجودة المحار، ورسمت الدائرة نفسها بالنقطة المركزية كما تشاهدون على الختم، على هذا الإناء، الإناء من حجر الصابوني، وهذا من العاج لحضارة الدلمون. هذا دليل أن الدلمونيين هم من كان يعيش في منطقة الصبية في الألف الثالث قبل الميلاد.
نفس اللي تحدثنا عنها قبل قليل، يعني وجودهم في الألف الرابع كما ذكرت في المصادر السومارية، المنسوجات بالا وحد الثياب المنسوجة في دبي، كانوا يتكلمون في السومريين. السومريين عندهم سجلات كانوا يكتبون أن البضاعة اللي جاية من دلمن، يعني كانت مشهورين في التجارة خاصة في النسيج. وهذا دليل لما لقينا رؤوس المغازل مئات، يعني من درة المغزل اللي كانوا يستخدمون فيها النسيج، دليل أن فيه حيوانات كثيرة ماشية، دليل فيها يعني ناس مهرة كانوا يصنعون النسيج والخيام في هذه الفترة، لأن كان عندهم تجارة رائجة في هذه الفترة. هذا بالنسبة لتاريخ المنطقة وتقسيمات المنطقة والمواقع الأثرية المعاصرة لمناطق منطقة الصبية. قارناها في البحرين وفي الحفيت في الإمارات في الألف الثالث، هذه دولة الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، في كلها فيها مواقع تعاصر موقعها. هذه قرى، يعني منطقة بدون حدود، هي من نقاط مركزية للتجارة القديمة في منطقة من عصر البرونزي حتى العصر الحديث. تفضل. جزيرة فيلتشا، إذا تحدثنا عن الجزيرة وأهمية جزيرة فيلتشا، أنها كانت هي النقطة الأولى اللي تصلها التجارة أو السفن، ثم تنطلق إلى مينائين، ميناء عكاز وميناء جزيرة أم النمل، ومنها تنطلق القوافل في بر الكويت. تفضل. يعني جزيرة فيلتشا شلون كانت يعني صبخة، يعني هذا الدليل أنها كانت صبخة. بعض الرسومات يعني أو الصبخة اللي تظهر أنها كانت، وكانت يعني نقاط صغيرة للاستيطان في جزيرة فيلتشا. يعني قبل 4000 سنة ما كان في جزيرة فيلتشا، كانت نفس الصبية صبخة، ثم بدأت تظهر الجزيرة على سطح الأرض وبدأ الإنسان يستوطن الجزيرة. لذلك كان الإنسان خارج جزيرة فيلتشا، يعني الدلمونيين كانوا في الصبية ثم انتقلوا إلى جزيرة فيلتشا. صورة الجزيرة فيلتشا والمواقع الأثرية ويعني هجرات الناس اللي كانوا في بر الكويت، هذه اللي هي المواقع الرئيسية يعني اللي استوطنها الإنسان بعد ما ظهر من الصبية، المعبد وقصر الحاكم والمدينة الدلمونية في هذه الفترة. صور أخرى للمدينة الدلمونية والاستيطان في جزيرة فيلتشا وقصر الحاكم في جزيرة فيلتشا، بعد ما صارت يعني دلمون ضخامتها وقوتها التجارية في الألف الثانية قبل الميلاد، أنها كانت العاصمة. حتى في البحرين الآن المصادر تذكر أن دلمون كانت، الجزيرة فيلتشا كانت في الألف الثانية قبل الميلاد هي عاصمة دلمون أو عاصمة تجارية. قصر المعبد كان من المعابد المهمة اللي يشبه المعابد اللي في البحرين أو في ساحل سوريا في الألف الثانية قبل الميلاد. الأساطير هذه مهمة جدا، لأن جزء من التاريخ المنطقة كتبتها الأساطير. اللوح اللي كتب نيبور زنجيدي الملك على جبل دلمون يعلو يعيش 2000 سنة قبل الميلاد، لوح مسماري من نيبور يتحدث عن دلمون المقدسة، دلمون نقية، أرض دلمون طهور، وفي دلمون تجد السكينة، وعشتار نبع في جبل دلمون، الشدرة الداكنة دلمون في الأفق الجنوبي حيث يظهر النهران من جديد. يعني هذه كلها تنطبق حتى على الكويت. الجبل دلمون موجود، جبال بالكويت، ودلمون تتحدث عن السكينة موجودة. لكن عند مصب النهر، أول ذكرنا نقطة مهمة في البداية أنها قرب أور، الآن ذكرت ثاني مرة أنها جنب مصب النهر حيث تظهر النهران من جديد في العالم العلوي. ما يتحدثون عن البحرين 400 كيلو أو 300 كيلو، هم يتحدثون عن شيء قريب منهم. لذلك يعني نظرية أن دلمون هي الصبية خلال هذه الاكتشافات المهولة الموجودة اللي نفس الفترة اللي فيها دلمون يدل على أنهم هم كانوا سكان الصبية. هذا هو هذا تحت ترجمة هذا النقش الموجود على الختم لإله هنزاك لأجرم. أجرم كانت تعتقد أنها هي القبيلة اللي كانت في العصر دلمون كانت موجودة في البحرين وفي جزيرة فيلتشا في هذه الفترة. الكتابات انتشرت المسمارية في هذه جزيرة فيلتشا في المنطقة خلال هذه الفترة. في هذا القلم هذا العظم من الغزال وهذا من النحاس كان يصنعون منها الكتابة والنقوش الموجودة في هذه الفترة. هذا هو اللوح اللي عثروا عليه، ذكر أجرم ثاني مرة، هذا في البحرين ذكر أجرم، رجل من أجرم يعني من قبيلة أجرم، ذكرت أجرم بالكويت، ذكرت أجرم بالبحرين، معناها كانت دلمون قبائل متعددة أو قبائل متجانسة أو قبائل من أصل واحد كانوا يعيشون في المنطقة، لذلك التجارة بينهم كانت سهلة في هذه الفترة. تفضل. هذا نص يعني نص أحد السرجون الأكدي وجد بالكويت حوالي 2350، وهذا النقش يدل على أهمية جزيرة فيلتشا في هذه الفترة، الفترة الأكادية. هذا نقش آخر على قطعة من النحاس موجود يتحدث عن شمش ملك لارسا اللي يسكن في الأيكرة. الأيكرة هي اسم
نبوخذ نصر ملك الجميع، نعتقد بعض العلماء انها اسم جزيره فيلتا في تلك الفتره، اسم من اسماء جزيره فيلتا. تفضل. نماذج كثيره مختلفه من نحاسيات، انا ما بطول عليكم بعد، كلها تدل على يعني قوة الحضارة الموجودة في أرض الكويت، خاصة من صناعة النحاس الألف الثاني في جزيرة فيلتا وفي مدافن الصبية. تفضل. بعض الجرار الموجودة متحف الكويت الوطني اللي تعود إلى حضارة دلمون. الملابس والزينة، الملابس ما شفنا ملابس، لكن من النقوش الموجودة على الأختام، يعني النقوش المزخرشة والملابس المزخرشة الموجودة تدل على أن كان فيه يعني ملابس، و كان في أشكال مختلفة، إنهم رسموا الأشكال الآدمية ورسموا بعض الملابس اللي كان موجودة، بالإضافة للنول والمغزل اللي كانوا وجدناهم بعض الجرار من جزيرة فيلتا. بالنسبة لانتشار الأختام، الدلمون، انتشار دلمون بشكل واسع، وصلت لوثال بالهند، هذا اللي على التجارة، الختم هذا الدلمون اللي ظهر بالكويت وصل إلى مدينة لوثال، بعد مدينة بومبي في الهند، وصل إلى إيران، وصل إلى مزاد في عمان، ثم ظهر في الفاو في أسفل السعودية قرب نجران، وجدوا ختمين، هذا يدل على التجارة اللي كانت منتشرة في هذه الفترة. أشكال مختلفة من الرؤوس الغزلان الموجودة على الأختام، عندنا 800 ختم في جزيرة فيلتا، كل ختم الرسومات تختلف عنها، أشكال آدمية وحيوانية، أشكال الشمس والقمر والكواكب مختلفة، يعني بعض الكتابات والرموز الدينية. هذا أشكال مختلفة لوجهين، يعني هذا بدل الختم شكل واحد حيوان واحد، ثم بدأ يرسمون على الوجهين، يعني على وجه الختم ظهر و لذن، هذه الأشكال الغزال والدائرة والأشكال الأخرى بدأت تختت، يعني تزداد الرسومات، هذا دليل على قوتهم في هذه الفترة والفن اللي وصلوا إليه. هذا ختم ثاني دل على قوة في الألف الثاني، الزخرفة وأشكال التجريدية اللي رسموها الغزال والحيوان والأشكال المربعات وأشكال هندسية، هذه يعني كأنها في حفلة رقص، وموجود مجموعة من الساد المتراصة المتمايلة في هذه الفترة اللي توضح عن الفن في هذه الفترة في حضارة دلمون، بالإضافة رسم السفن، هذا قاعدين يعني كأنهم يتسامرون أو يشربون بعض المشروبات في هذه الفترة، كأنها جلسة سمر، هذا تصوير للحضارة الدلمون، تصوير للإنسان الدلموني في هذه الفترة من حضارة دلمون، تحدث عن 4000 سنة، يعني جالسين متقابلين ويشربان السائل بواسطة البوصة، هذه موجودة كما كان اليوم موجودين بالقهاوي الناس تسامر، هذا يتحدثون عن فترة مبكرة في هذه الفترة. هذه الصورة أخرى، الختم آخر للناس اللي واقفين في تمايلون في طريقة الرقص، طريقة الملابس المزركشة الموجودة، الأرجل يعني كان في يعني يوحي لنا أن هذا صورة أو لوحة لرقصة من رقصات مثل السامري والمجلس، الرقصات الموجودة الآن منتشرة. يعني هذا المركب البحري، شلون كانت السفن البحرية اللي استخدموها، هذا دليل على يعني مهارتهم وعلاقاتهم التجارية في هذه الفترة. نماذج مختلفة يعني من الأختام اللي وجدناها كلها توحي إلى الحضارة الموجودة في جزيرة فيلتا. طبعات الأختام، يعني الأختام ليش موجودة؟ لأنها كانت تطبع على الفخار للتجارة، يعني سواء رسومة الغزلان، أول أشكال آدمية، أول أشكال مربعات اللي تدل على 30 قطعة و 40 قطعة كانت موجودة في الختم، وجدنا نماذج من الطين مختوم عليها هذا الختم، يدل أنه كان استخدامه الرئيسي إلى هو للتجارة. بعض العلماء قال لا، هذا يعني كان ديني، كان حرز لحمايته، لكن أعتقد أنه كان يستخدم للشكلين. هذا الختام المصرية، شلون وصلت الحضارة المصرية إلى أرض الكويت في قبل 4000 سنة؟ هذا تبدأ التجارة يعني كانت موجودة، كانوا يعرفون في حضارة مصرية، كان في اتصال مباشر. الآن وجدنا الأربع أختام موجودة، الأختام الجعران المصرية، والآن وجدنا الذهب الأحمر المصري اللي تحدثت عنه في محاضرة سابقة، جديد، اكتشاف جديد يدل على أن كان في اتصال مباشر. الآن ظهر حتى في وسط السعودية في تيماء نقش للملك رمسيس الثالث، يعني موجود على حجر ضخم، يعني يدل على أن فيه طرق مباشرة بين الحضارة المصرية وحضارة دلمون في منطقة الخليج. أدوات الزينة من الأحجار الكريمة والخرز يدل على أهمية هذه المنطقة، وأن كانت تصلها من الهند ومن اليمن هذه الأحجار العقيق المختلفة. يعني بعض النحاسيات والأدوات أتفضل. هذه الصورة الختام، يعني الشكل بعد شوي، شكل هذا المدفن وعثرنا عليه يعني على هيكل أو رأس، بعد شوف الرأس اللي من الكويت. تفضل نقطة يعني
ايه هذا الراس اللي موجود من الكويت يعني. وفي الامارات يعني عثروا على، في عمان عثروا على نفس الراس يعني، صوروا هذا الشكل الامراه، هذا اللي امراه يعني بالكويت يعني، تمثال امراه او بقايا جمجمه الامراه، يدل على ان هذا يعني قبر كان اميره او ملكه، هذا القبر الخاص في هذه الانسانه يعني، حاطين لها قبر ملكي للشخصيه امراه واحده. ودل على المعثورات اللي وجدنا عليها من نحاس، يدل على اهميه يعني تنفيذ المدفن او بناء هذا المدفن الضخم، يدل على اهميه صاحبه المدفن. شكرا لكم. لا في حضارات كثيره يعني، انا يسعدني اني يعني احضر محاضرات المجتمع المدني وحتى المدارس، انا لما يدعوني حضر يعني، ان هذه رساله عندي اني انشر يعني التعريف باثار الكويت واهميتها. هذه الحضارة الأقدم يعني، الحضارة القديمة هي اللي تكون قريبة من سطح الأرض يعني، الأرض تتآكل وتذوب الحجارة الموجودة الضخمة اللي كانت، لكن لما تقوم مواقع إسلامية ومواقع جزيرة فيلت المتأخرة تلقاها يعني على عمق 4 أمتار و3 أمتار. شلون نعرف ان موقع فيه اثار؟ بالخبره. وبعدين احنا نتابع الناس اللي مروا الرحاله او من كتب عن مواقع. انا اكلت هذه برشتي اظن حاضر ما ياكل ها. بالخبره مثل لوريمر مر الكويت تقريبا 1910 وكتب ان في قلعه الشيخ مبارك في راس الصبيه، ان في بيوت، في مدافن، في ناس كانوا يدفنون الاموات يعني مستلقين على ظهره يعني واقف. الرشيد كتبها بعد، عبد العزيز الرشيد في كتابه تاريخ الكويت، ان في ناس يدفنونهم بالجهره هم واقفين، ما ادري شلون كانوا واقفين يعني، اعتقد انه كان يعني مستلقي على ظهره بشكل يعني. ما وجدنا هذا، وجدنا القلعة، وجدنا بعض الذكر اللي ذكرت في مثل الفرزدق تكلم عن وناجية الخير والأقرعان وقبرا بكاظمة المور، وجدنا القبر، قبر غالب بن صعصع تميمي، وجدنا البير، بير كاظمة المشهور اللي كان مورد للإبل، وجدنا القلعة اللي كان فيها حصن أعد للعدو، حصن هو قلعة يعني الصبية كان فيها حصن أعد للعدو وبه سلاح، وجدنا يعني في المحمية الشيخ صباح في مديرة وجدنا هذا الحصن، قامت الدكتور ديريك كنت يعني بدراسة هذا الموقع ونشره. احنا عرفنا الموقع يعني، هو ذكر انه في المقر، المقر ذكر مرتين، انه ذكر انه في قبر غالب بن صعصعة، وذكر في طرق التجارة في المسالك والمالك ان تنطلق من الأبلة ثم تمر، ما ذكر كاظمة، ذكر المقر، وذكر ان المقر في وسط كاظمة. أنا في كتابي كاظمة البحور الجزء الثاني الطبعة الثانية 2017 استطعت أني أحدد المواقع اللي ذكرت في المصادر التاريخية كاظمة، إن كاظمة ما كانت يعني موقع صغير أو مدينة صغيرة، كاظمة كانت مجموعة قرى مثل القرى المنتشرة الحين بالسعودية والأردن ومصر، يعني كانت أنجاع يسمون نجع أو قرية صغيرة، مجموعة قرى موجودة عندنا في الخرفشي مقابل ميدان الحرس الوطني، عندنا في مديرة، عندنا في مغيرة، ثلاث قرى موجودة الآن ظاهرة. أتوقع أكثر يعني كل يعني مجموعة كانوا عندهم بير، عندهم يعني مو مدينة متجمعين في مكان واحد، وهذا لأنهم كانوا منتشرين على يعني كل 10 كيلو 15 كيلو متر كان في قرية، هذه محطة من محطات التجارة في تلك الفترة. لما ذكر المقر ذكر أن في وسط كاظم وبه قبر غالب بن صعصع التميمي والد الفرزدق، يعني والد الفرزدق، وأنه كان ملجأ للناس ويجونه يعني يستفسرون فيه في هذه الفترة. استطعنا نحدد المقر أنه مديرة، لما تقيس لما وصلت للاستنتاج أن كاظمة كانت من الخويسات حتى رأس الصبية، لما تقيس المسافة بالوسط تلقى مديرة بالوسط، لما يقول لك يعني النزول إلى من يعني كان يعتقد الدكتور يعقوب الغنيم أن المطلع هو اللي كان ينزلون فيه يعني، لكن احنا نعتقد أنه لا، هو رأس الصبية من جهة البحرة هي اللي كان هي وسط كاظمة، وهي كانت المقر المذكور في الكتب التاريخية. يعني دراسة كبيرة يعني، تبي محاضرة ثانية عن شلون الموقع، هذا الموقع كاظمة يعني، حتى الآن وصلنا لهذه النتيجة. دكتور أول شيء يعطيك العافية.
يعافيك. هل يصح نقول الاثار الموجوده الحين كويتيه مسمى كويتيه؟ نعم يعني ما تقصد المنطقه يعني المنطقه الان تابعه للكويت يعني يعني الاثار المصريه مهم الفراعنه مو مصريين يمكن مو مصريين نهائي مصريين جم يعني بعد الهجرات الاسلاميه او بعد الهجرات اليونانيه او بعد الهجرات اليونانيه لكن الحضاره مو حضاره فرعونيه تتكلم عن 4000 سنه من الان حضاره اللي بالعراق سومر مو عراقيين سومر جم الحين من الجزيره يعني من الكويت من السعوديه وراحهم العراق أقوام جت من إيران، أقوام جت من سوريا، لكن الآن بدل ما تحدث الحدود السياسية، كل أرض فيها آثار تنسب لها، نعم، يعتبر تاريخ الكويت القديم. نعم يرتقي يعني الحضارة فيها مقومات يعني نقيسها مقومات ثانية يعني غير نقيسها مقومات السكن لما الإنسان استطاع أنه يبني مساكن في المعابد يعني الفكر يعني المعبد يعني وصل أنه يبني دور عبادة يفكر في الاعتقاد البعث هذا بعد فكر ثاني عند الإنسان التجارة شلون بدأ الإنسان يفكر بالتجارة والاتصال مع المناطق الموجودة فيه يعني أنشأ طريقة الصيد يعني أنشأ القارب لأول مرة هدل على حضارة الإنسان الزخرفة اللي شفتوها على مئات الفخار الملون شلون الإنسان يستطيع يوصل إلى طريقة إحنا نتكلم عن الإنسان الأول إحنا كل شيء بسيط عندنا الآن أو الحضارات الثانية صار كل شيء بسيط لأنه صنع لهم السيارة لما صنعتها أول دولة كل الدول صنعتها لما تتكلم عن 150 سنة يقول لك لا هذا يعني من عمل الشيطان يعني صارت مشكلة صناعة الأجهزة لكن الحين تتكلم عن شيء موجود سهل هذا الإنسان اللي عاش في الصبية وعاش في المنطقة الشرقية التقليم هو اللي ابتكر الحضارة الأولى أو مقومات الحضارة تفضل هم دلوقتي قلنا نحن هي تجارة كان اللؤلؤ جزء من تجارتهم يعني المحار اللي شفناه بالكميات الكبيرة كان صنع مخزن هو كان يطلعون اللؤلؤ يعني كان اللؤلؤ جزء من وحنا وجدنا في قبل 6000 سنة وجدنا لؤلؤة مثقوبة شلون الإنسان توصل إنه يجيب اللؤلؤ ويثقب يعني إنه كان يعرف إن هذه لها قيمة وثقبها واستخدمها في أدوات الزينة في هذه الفترة لكن يعني هي ما شك لا شك إنها يعني بلاد اللؤلؤ كان يعني المحار واللؤلؤ وال الصيد يعني كان يلعب دور كبير في مقومات الاقتصاد في دلم المبكرة. دكتور سؤال. تفضل. السؤال الأول هل تعتقد أن الصبية هي كانت بؤرة حضارية في الخليج أم أنها كانت جزء ومركز مهم من مراكز الحضارة اللي كانت تمتد من شمال السعودية شمال الكويت وجنوب العراق؟ هل تعتقد أن هي البؤرة أم هي جزء؟ أنا قلتها ذكرت أولا من البؤرة هي المدينة الرئيسية. السعودية وجدوا فيها 40 موقع بس مو رئيسيات يعني ما فيها مساكن ما فيها غرف يعني وجدوا مواقع إنسان جاء وسوى له حفرة فرن أو يسمونه يعني مكان موقد ووجدوا فخار وجدوا خرز وجدوا بس ما وجدوا مساكن الصبية هي الوحيدة اللي فيها مدينة أو قرية في الخليج كله حتى في الإمارات وجدوا الإنسان في الإمارات وجدوا غرفة واحدة يعني في قطر غرفة يعني غرفة بيضاوية 5 أمتار في 3 أمتار لكن صبية مدينة لا طبقات استيطان يعني 4 مراحل استيطان يعني بقى الإنسان في العبيد في الصبية في بحرة 1000 سنة تقريبا السؤال الثاني شنو الكتاب أو مجموعة الكتب اللي تخليني ملم بموضوع الآثار بالصبية والمنطقة اللي أنت تنصح فيها من إصدار دراستك أنا عندي إصدار كتابين يعني طبعهم مركز الدراسات الكويتية موجودين على النت يعني ترى المدافن الصبية هذا عن القبور بس وفي عن الخليج العربي يعني دراسة عن الخليج العربي في كل العصور من العصر الحجري حتى العصر الهلنستي المواقع الحضارية على الساحل الغربي للخليج العربي وفي كتاب يعني في كتب في متحف الكويت الوطني كثيرة يعني في بحوث كثيرة منشورة يعني أكثر من 40 كتاب عن آثار الكويت نشرت خلال السنوات الماضية
موجودة في المتحف مجلس وطني يعني في قسم مبيعات يعني. كاظمة البحور كتاب عن العصر الإسلامي يعني انطبع، ذكرت أولا انطبعت الطبعة الأولى بعد الاكتشاف 2002 2005 انطبع النسخة الأولى، وكنا يعني ما زلنا في الطور حتى اكتشفنا العملة الأموية وحنا نطبع الكتاب في المطبعة يعني وضفتها يعني مباشرة. لكن يعني بعد 10 سنوات يعني عرفت أنه لازم أضيف شيء جديد وتحاليل ونظريات في العصر الإسلامي في أرض الكويت. يعني أنا عندي كاظمة البحور طبعتين، وعندي مدافن الصبية، وعندي المقابر، والآن عندي بحث جديد عن الجرحى يعني، والجرحى اللي كانوا عايشين في العصر الهلنستي وقدوم الإسكندر لما قدم. ما وجد أرض صحراء وما فيها ناس، وجد فيها ناس يعني، هم ذكروا أن الجرهائيين كانوا يعيشون في منطقة الخليج العربي، لكن بعد ما يعني اختفت الحضارة وبعد فترة طويلة، مع أن الإسكندر حددوها وكتبوا عنها وكان معه مجموعة كبيرة من الكتاب، المدينة هجرت واختفت. الحين العلماء وين معروفة؟ في بقيق، في الحسا، في الصمان، مو معروف وين الجرحى. حتى يعني اختلفوا في مكان، هي على الساحل بر في البر 100 متر 100 كيلو، بعضهم ذكر، بعضهم كتب انها على الساحل، بعضهم على رأس خليج. اغلب الكتاب كلهم قالوا انها مقابل البحرين وفي السعودية، ما عدا شخص واحد قال لانها بالجهرة. انا ذكرت يعني ما بمدح نفسي انها في تكون رب تكون الجهرة مشتقة من الجرحاء، هم اسمها الجرحى كانت المدينة المفقودة دي، كانوا يطلون بيوتهم بالذهب من غناهم يعني، وغروا الإسكندر اللي عطوه بالفلوس. الإسكندر جاب معه شيء جديد يعني على المنطقة، العملات، العملة الدرخامة، لأول مرة تدخل منطقة الخليج أن الإنسان يبدأ في تداول في العملة يعني البيع والشراء بالعملة. هم العملة هذه طوروها، والبعض حتى ما بعد ما مشى الإسكندر وجنوده هزموا المنطقة، الجرهائيين طوروا وضربوا العملة، سكوا عليها، ضربوا اسماء ملوكهم وعبادة والحارث، وحطوا اسمهم مدينتهم الجرحى، ضربة في الجرحى، وحطوا معبودهم شمش اسم حرف الشين بالخط المسند، كتبوا عليها بالخط العربي القديم المسند. بحوث كثيرة لي وللزملاء من البعثات الأجانب والزملاء الكويتيين، كتبنا كثير عن آثار الكويت خلال 20 أو 30 سنة اللي عملنا فيها في إدارة الآثار والمتاحف. ما زلنا نعتقد أنفسنا أننا مقصرين يعني، عندنا وقت طويل للحين ان نبحث ونشتغل بشكل جد، وانا سعيد اني القي محاضرات يعني خلال هالفتره يعني الاثار، وعندنا اشتراكات يعني في سواء مع اتحاد الاثريين العرب او مع جمعيه التاريخ والاثار من دول مجلس التعاون الخليجي، او مع الجمعيات الخاصه في النشر العلمي سواء داخل منطقه الخليج او في اوروبا. يعني نشرنا بحوث كثيره مشتركه مع البعثات الاجنبيه عن المعبد اللي شفتوه في الصبيه، وعن النقوش المسماريه، وعن المدافن، بحوث مشتركة كثيرة نشرناها في جامعة درهم وفي جامعة لندن. الله يعافيكم. تفضل. أكثر من مرة دكتور سميت الحضارة حضارة العبيد أو العبيد. العبيد. في فكرة من الاسم. العبيد هو اسم موقع بالعراق، جبل يعني، جبل قريب من الكويت في العراق، توفى فيه شخص اسمه عبيد. وسموه العبيد، الانجليز اول ما يجون يسمون على المنطقه المعروف فيها يعني. يعني كاظمه الحين مو معروفه، المنطقه اللي جيناها سميناها الخرفشي، لك احنا بعدين سمينا الكتاب كاظمه، يعني عرفنا نتاكد ان هذه كاظمه. سموه المنطقه هذه اللي تعود الى 6000 سنه قبل الميلاد على العبيد. بعدين وجدوها انها في مو في العراق بس، في جنوب العراق، في شمال العراق، في ايران، في سوريا، في تركيا حتى موجوده حضاره العبيد. بعد 100 سنه ظهرت في الخليج، ظهرت في الجبيل في المملكه العربيه السعوديه، ثم ظهرت بالكويت، الحين ظهرت في الامارات، ظهرت في قطر. هذه حضاره منتشره يعني في العالم، وخذت الاسم هذا اللي اطلقوا عليه البعثه البريطانيه، اسم حضاره العبيد 0 1 2 3 صنفوها يعني. كتب التاريخ بالمنطقة تغيرت أكيد، بس الحضارة المصرية حضارة عريقة يعني ومهمة جدا، خاصة حضارة الفراعنة. لكن احنا وجدنا أختام الجعران كانوا موجودين يعني، كان في علاقة بينهم وبين حضارة دلمون يعني. العبيد أقدم من الحضارة، أقدم الحضارات في الشرق الأدنى كلهم. العبيد، حضارة العبيد هو في عاصرها مواقع صغيرة في مصر مثل مواقع الفيوم، مواقع البداريين 1 و2 تعاصر حضارة العبيد. يعني هو عصر حجري، الإنسان كان في تلك الفترة بس يصنع الأدوات الحجرية، لكن هم هذول تطوروا بشكل كبير.
انهم بنوا بيوت، استخدموا البحر، صنعوا الخرز، لونوه، بدوا في العلاقات التجاريه المبكره في تلك الفتره، ما تلقينها في العالم الثاني يعني غير المنطقه هذا الشرق، الحدود اللي رسموها لهم انتشروا فيها، هم الوحيدين اللي بدوا الحضاره الاولى في العالم. هذا قبل الحضاره المصريه الحديثه ب 3000 سنه ترى. قبل سومر، سومر طلعت من العبيد اللي في العراق، ودلمن طلعت من العبيد اللي بالكويت، قبل سومر ب2000 سنه كل شيء. كانت بداية المسامات الزراعية. اي نعم. كان في نهر يغذي الحضارة هذه. بالكويت كان فيها عيون اما، يقولون في نهر يعني بس مو موجود. كان في نهر. كان اي. لان الابار ما تقدر يعني تكفي حق الناس او. شلون ما تكفي؟ الناس ما كانوا في كميات ناس مثل الحين يعني بالالاف يعني، يعني تحدث عن المنطقه هذه تتكلم عنها يمكن فيها 200 150 شخص يعني. اي يعني ما تتكلم عن الكويت قبل 40 سنه او 50 سنه او 100 سنه كان عدد سكانها 10000 او 20000 ترى. الله يعافيكم. الله يعافيكم. الله يسلمك.